نروح للأزهر. النهاردة انطلقت مراحل تنسيق المدن الجامعية بالأزهر الشريف، وده هيستمر حتى يوم الخميس المقبل. وحضراتكم عارفين أن المدن الجامعية بالنسبة للطلبة الأزاهرة أو الدارسين في الجامعات والمعاهد الأزهرية شيء مهم جدا جدا، فتنسيق المدينة الجامعية في الجامعات الأهلية في جامعة الأزهر شيء مهم جدا الحقيقة، وطبعا هيستمر حتى يوم الخميس. الشيء الثاني، هيتم فتح باب القبول يوم فتح باب التسجيل لرغبات القبول في كليات جامعة الأزهر يوم الحد إن شاء الله، وهيستمر لمدة أو يعني من الأسبوع المقبل على البوابة الحكومية تحديدا من يوم 5 سبتمبر. برحب بالأستاذ دكتور محمد شربيني نائب رئيس جامعة الأزهر. دكتور محمد أهلا بحضرتك. مساء الخيرات عمرو بيه، أهلا وسهلا بسعادتك وبالسادة المشاهدين لقناة سي بي سي، أهلا وسهلا بمعالي. أهلا وسهلا بحضرتك دكتور محمد، بس اسمح لي حضرتك الأول أسأل على تنسيق المدن الجامعية، إيه الجديد في هذا الأمر خاصة أنه هو انطلق النهاردة؟ بالفعل يا فندم، تنسيق المدن الجامعية ابتدى التسجيل ليه النهاردة وحيستمر لحد يوم الخميس إن شاء الله. حضرتك عارف طبعا أن جامعة الأزهر بتشتغل على ثلاث قطاعات أو ثلاث مناطق أساسية، هم القاهرة والوجه البحري والوجه الإبلي. فلما بنتكلم على القاهرة على سبيل المثال، فدي بتشمل القاهرة والأليوبية والسويس والجيزة والفيوم وبني سويف، بندخل معاهم كمان البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء. بالنسبة للوجه البحري بيشمل محافظات مطروح وبورسعيد والإسماعيلية، طبعا بما فيها بقية المحافظات بتاعة الوجه البحري كلها، وبندخل معاهم برضو شمال وجنوب سيناء للظروف الخاصة بتاعتهم. يعني بمعنى ان كل مرحلة بتشمل يعني خط عرضي في الجمهورية، يعني خط عرضي كده شمال وسط جنوب. احنا بنتكلم على الثلاث قطاعات. حضرتك عارف الجامعة ليها ما يقرب من 21 مدينة جامعية، ال 21 مدينة دولت موجودين في كثير من المحافظات على الأرض المصرية، وبالتالي التنسيق لما بيفتح للجميع. دوت تقسيم المناطق اللي حضرتك هتلاحظ مثلا على سبيل المثال ان القاهرة انت عندك فيها طلاب من بني سويف ومن البحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء، يبقى من الضروري أن الطلبة ديت محتاجة أن هي تسكن في المدينة، وهكذا في بقية القطاعات الأخرى سواء كان الوجه الإبلي أو الوجه البحري. تقريبا متوقعين تسكين عدد طلاب قد إيه يا فندم السنة دي في المدينة الجامعية؟ الحقيقة هو جدد يعني، بس بصفة عامة العدد اللي هيسكن السنة دي هيكون أكتر من السنة اللي فاتت. حضرتك عارف السنة اللي فاتت كنا عندنا مشاكل ظروف الكوفيد 19، ودوت أدى إلى أن يبقى بنقلل الكثافة بتاعت الطلاب داخل السكن بتاعهم. السنة دي الأمور هتكون أفضل شوية، لأن إحنا كنا مدخلين كذا مبنى في الصيانة، المباني دي هتخش داخل التسكين السنة دي إن شاء الله. طيب يعني متوقعين الاعداد تكون في خلال يعني في حدود قد ايه؟ لا، الاعداد لسه لحد دلوقتي مش محصوره، ممكن تكون في حدود قد ايه، لكن بصفه عامه احنا ما زلنا ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه، بانه العدد الطلاب اللي موجودين في الحجره الواحده بيكون نص العدد اللي بتستوعبه، يعني لو الحجره بتاخد 4 فهي بصفه عامه بتاخد 2. تمام. طيب اسال حضرتك على التنسيق بقى، تسجيل الرغبات اللي هيبدا من يوم الحد الأسبوع الجاي إن شاء الله. هو الحقيقة إحنا هنفتح باب تلقي رغبات الطلاب بدءاً من يوم الخميس اللي جاي إن شاء الله 2/9، وهيستمر لحد 2/6/9 إن شاء الله. من 2 لـ6/9 التسجيل. بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. ده يعني معلش برضو ده كده بالنسبة للمرحلة الأولى إنجاز التعبير يعني، وقال هو كلها مرحلة واحدة. الأزهر الحقيقة بيبقى عنده مرحلتين، المرحلة الأولى بتبتدي ما هياش خاصة بكليات القمة وكليات أخرى، إذا افترضنا جدلا مسمى كليات القمة يعني، ولكن هو بيبقى عندنا مرحلتين دولت بيبقوا وفقا لأن عندنا دور أول ودور تاني، وبالتالي بيبقى فيه مرحلتين، المرحلة الأولانية بتفتح بعد الدور الأول والمرحلة التانية بتفتح بعد الدور التاني إن شاء الله. كل التوفيق ان شاء الله يا فندم باذن الله لكل الطلبه والطالبات في اللي كانوا في الثانويه الازهريه وان شاء الله في الجامعات في العام الدراسي المقبل. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ دكتور محمد شربيني نائب رئيس جامعه الازهر.